بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حماد بن سلمة، سبق معنا في الدرس الماضي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، وإما أن يقرأ، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. الإسلام أيها الإخوة لا يمنع أو يريد من المسلم أن يلهو ويلعب ويضحك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكاً بساماً، كان يصلي الفجر ثم يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم يمازح أصحابه، قال: فيتحدث بما يتحدثون به، ويعجب بما يعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، يحكوا مع بعضهم شيء، يحكوا نكتة، طرفة، موقف، فيضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعني نقل عن حماد يقول: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. الضحك في الإسلام مطلوب، اللهو مطلوب، اللعب مطلوب، لكن هو مثل ملح الطعام، بحيث المشهور عنك العمل، مشهور عنك العبادة، مشهور عنك الإنتاج، مشهور عنك الذكر، مشهور عنك الصلاة، المشهور عنك الصدقات. بس ما معقول المشهور عنك لا سمح الله أنه أخي هذا الكركوزاتي تبع الشلة، ما معقول أن يكون المشهور عنك أنه هذا يعني الأضحوكة تبع هالجماعة، كل ما بدهم يضحكوا دقوا لفلان جيبوه بالله خليه يضحكنا، بحيث صار هو نموذج للضحك، نموذج للهزأة، نموذج للسخرية. هلأ المسلم بيضحك والمسلم يلهو، بس ما هي السمة الغالبة عليه؟ فاجتهدوا يا شباب أن تكون السمة الغالبة عليك كما جاء في الحديث: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، إذا شافوك يذكرون الله. من أيام كنت في السيارة أمشي نازل إلى عملي، فوجدت أخ كمان نازل بسيارته، فسلم علي وسلمت عليه. والله يا أخوان يعني بعد أن سلمت عليه فعلاً يعني لاحظت بأن قلبي يذكر الله عز وجل، سبحان الله. الله يجعلنا من هؤلاء يا رب. كن إذا رآك الناس يتذكرون فعل الخير. مرة في شاب على صفحة الفيسبوك خطر لباله خاطر، قال: أنا سأضع كل يوم صورة إنسان، أنا أريدكم أن تكتبوا أول كلمة تخطر على بالكم لما بتشوفوا الصورة. فوضع صورة رجل كثير منكم يعرفه، هو من تجار هذا البلد ومن الناس الذين يعني يتبنون الأعمال الخيرية ويساعدون في دعم الأعمال الخيرية. سبحان الله، لما حط صورته لهذا الرجل كل الذين كتبوا معظمهم: رجل الخير، رجل الخير. يعني كن أنت هذا الرجل بحيث لما يراك الناس فورا يتذكروا عمل الخير. كن رجل العلم، لما يراك الناس فورا يتذكرون العلم. كن رجل الصلاة، لما يراك الناس يتذكرون الصلاة. كن رجل بر الوالدين يرونك. أما لا تكن الرجل الأضحوكي، بس أول ما بيشوفوك قلت لهم السلام عليكم فرطوا ضحك، لك شبكم، لك سلام عم يسلم يا جماعة، شايف؟ لأنه المرء إذا أكثر من ذكر شيء عرف به، يعني هو كل ما قعد مع واحد فوراً أول ما بيشوفه بيقول له: جبت لك هالنكتة. لما كنت في فترة يعني من عمري خدمت العسكرية في مركز طبي، هذا المركز الطبي كان فيه شيء 20-30 طبيب، ففعلاً كان في واحد يعني من هؤلاء الأطباء كل يوم الصبح لما بيجي جايب معه هيك شوية نكات، يعني 5-6-7، ويبلش
يعني بحيث معروف صار مثلا لما بتأخر ما ضحكنا اليوم، دقوا له شوفوا وينه بدنا نضحك. هلا ادخال السرور على الاخرين جميل، بس ما معقول انت تكون سيرتك الذاتيه حياتك مملوءه بالضحك واللهو واللعب. الناس بس تشوفوك بتذكروا اللعب، لا ما بدنا يتذكروا اللعب، خليه يتذكروا العمل. فحماد ابن سلمة يقول عنه صاحبه موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. هو الحقيقة كان يضحك بس هو ما رآه كثيرا، يعني السمة الغالبة على حماد الإنتاج. قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، هو من رجالات الحديث حماد بن سلمة، وإما أن يقرأ بدرس، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل. هلأ منشوف كمان كان عنده محل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. في سيرة التحديث احفظوا هذه السلسلة: حماد بن سلمة شيخه كان اسمه ثابت البناني بالحديث، وشيخ ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فحماد بن سلمة، إذا رأيت حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذه سلسلة صحيحة تروى بها مجموعة من الأحاديث. كان سيدنا ثابت شيخه لحماد، كلما دخل شيخه أنس بن مالك يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. حماد بن سلمة لما يشوف شيخه ثابت كان يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد لمست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. على كل إن هو من رجالات الحديث والثقات. قال سوار بن عبد الله: حدثني أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، فإذا ربح ووجد قوت يومه لم يبع بعد ذلك شيئا. هيك يعني هو فلسفته بالحياة، إذا بتذكروا الدرس الماضي فلسفته في الحياة أن لا يجتمع مع السلاطين، وكمان هيك من فلسفته أنه لا يريد أن يكون المال بين يديه كثيرا، يخاف. هلأ فعلا في ناس، هلأ نحن منروح على المسبح، في واحد بشك بالغميق، في واحد بيقول لك ما بدي خليني أنا بالفايش، لك تعال والله ما بيخوف، من علمك من دربك، بيقول لك أخي أنا بعرف حالي خليني هون، روحوا أنتوا، روحوا أنتوا كلكم على الغميق، يا رجل ما بيصير شيء، نحن جنبك، والله صار شيء من طالعك، ما بيرضى، بيعرف يعني بيعرف من نفسه شيئا ما بيريد ينزل. في أناس يعرف من نفسه أنه إذا صار بين يديه مال، هو فعلا يا أخوان المال ليس سهلا، كمان المال امتحان شديد. في ناس ما بيحملوا عقله، صار معه مال ممكن يتكبر على كل الجانسين، إذا صار معه مال ممكن يطغى، صار معه مال ممكن يفجر، نسأل الله السلام. في إنسان سبحان الله، الله عز وجل أكرمه بالمال وأكرمه بالتؤدة، أكرمه بالالتزام، أكرمه بالانضباط، فهو يستخدم المال فيما يسعده ويسعد من حوله وفي طاعة الله عز وجل. حماد بن سلمة كان ما بيريد، بيخاف على حاله، إنه أخي أنا اشتغلت اليوم بأكلات اليوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الدرس الماضي ابن الخليفة بعت له خبر تعال عندي، قال له ما بجي، إجى لعنده ابن الخليفة سأله سؤال جاوبه أعطاه 400 ليرة ذهب، قال له كتر خيرك ما بدي إياهم رجعهم. يعرف من نفسه ولا يريد هذه المداخل. على أن الإسلام يدعو المسلم أن يقوي حالته الإيمانية والأخلاقية وأن يقوي حالته الدنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. إذا واحد صالح ومعه مال كثير هذا بيشتغل أعمال خيرة أكثر من الإنسان الفقير الصالح فيما يتعلق بالمال، لأنه الأعمال جزء منها بالدمال. فإذا واحد آتاه الله تعالى مالاً وسلطه على هلكته بالحق هذا يحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالاً فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله عمدا فهو يقضي بها بين الناس.
فأنت إذا بدك تصير صير معك مال، بس بقى هذا المال مشان تخدم فيه العباد والبلاد تقربا إلى الله تعالى. مشان هيك يا شباب، هلا أنتوا اللي عمركم 20 25 لساتكم ما صرتوا أغنياء، لسه قدامكم إن شاء الله الله يكرمكم، بس قوي حالتك الإيمانية، قوي حالتك الأخلاقية، قوي حالتك الاعتقادية، مشان إذا صار جاء المال بين يديك ما تزيغ. أنت أكبر من المال، والمال أصلا هو لخدمتك، ما تنقلب الشغلة تصير أنت أصغر منه وهو سيدك، حيث أمرك أتمرت وحيث نهاك انتهيت. فحماد بن سلمة، بس في شاهد بهذا الموضوع، معناته الأولياء يا شباب عم تأكد عندنا، ونحن قربنا حنخلص الكتاب بعد حين، الولي ليس إنسانا قابعا في مسجده فلا يخرج. هذا رفيقه عم بيقول: سوار بن عبد الله حدثني أبي كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، عنده محل بسوق الصالحية، عنده محل بسوق الحميدية، عنده محل بجرمانة، عنده محل بالمول، عنده محل بسوق النسوان، عنده محل بسوق سوق الحرير، بسوق الكهرباء. لكن هيك يعني الولي مو أنه أخي قاعد بالجامع فلا يخرج. الولي ممكن يكون تاجر، الولي ممكن يكون صانع، الولي ممكن يكون موظف، الولي ممكن يكون مستخدم. الولي العبرة في الثلاث شغلات التي تسمعونها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت من الأولياء حيثما كنت وكيف في أي مظهر ظهرت. لعلي قلت لكم مرة لما كنت في الصف العاشر بدأت بإتقان تلاوة القرآن الكريم، يعني كنت في المسجد والأساتذة وجهونا. ما الطريقة؟ كان معنا أخ بالجامع والده خياط ووالده حافظ مجاز بالقرآن الكريم، ومحل أبوه جنب المدرسة تبعنا في الإعدادي أو في الثانوي. فكنت أنا أطلع من المدرسة ببدلة الفتوة وبالشنتاي، هو محل أبوه بطريق إلى بيتي، فمر أمر عليه. فأنا إلى الآن أذكر يعني مظهره، قاعد أفل ماكينة هو وعم يشتغل، ويقول لي: أهلين محمد، يلا عود في كرسي هون جنب الماكينة، أقعد اقرأ لنشوف، اقرأ صحح لي خطأ صح كذا. بعدين قال لي: جيب دفتر مشان تكتب الملاحظات اللي بقول لك إياها كل يوم، مرات يوم أي يوم أي، مرات يوم أي يوم لا. الولي مو إنسان يعني قاعد بس بالجامع هيك عم يخطب ويدرس، لا، أنت بمحلك ممكن أن تكون من الأولياء، وممكن أن تخدم الدين داخل المحل، وبمكتبك وبسيارتك وبالسرفيس تبعك، وفي حيثما كنت الإسلام، أنت الإسلام حيثما كنت. سبحان الله، إذا صدقت مع الله عز وجل والله الله بيفتح عليك ما لا يفتح على غيرك، شيء عجيب. هذا الدكتور ذاكر نايك، طبيب هذا، في هذا الرجل الكويتي عبد الرحمن السميط، أكثر من 6 ملايين رجل أسلموا على إيده، ما له دار الشريعة الرجل. وشغلت انك انا والله انا ما درست بالمعاهد الشرعيه وثانويات الشرعيه وكليات، انت اذا صدقت مع الله وضبطت هذه الثلاثه فانت ان شاء الله ان شاء الله من اهل التقوى واهل الولايه. يلا عليك ان تجتهد في الاقبال على الله اكثر واكثر. يقولون: اسند حماد بن سلمة عن خلق لا يحصون من التابعين، يعني روى احاديث كثير عن التابعين، وتوفي سنه 68 و100. يقول أبو عبد الله التميمي عن أبيه قال: رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: خيرا. قلت: وماذا؟ قال: قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا، بخن بخن ماذا أعددت لهم. هيك قالوا له. قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك. نصيحة يا شباب، سمعتوا يعني جدوا بطلب بالسعي للدنيا والآخرة. لو تعبت بدي أحكي لكم شغلة أختم فيها هذا المجلس، بس إذا صار هيك إن شاء الله إن شاء الله أنت في الآخرة ترتاح. وحقيقة نحن 60 70 سنة ماشيين وسريعين، يعني تمضي هذه السنوات أكثر أو أقل، الله عليم. أنا يا شباب الله أكرمني، يعني لما التزمت في المسجد والتزمت وانضبطت مع الذين سلكوا في هذا الدرب، فنحن مثلا لما كنت بالمدرسة عندنا مدرسة، بعد المدرسة بدي أدرس،
بعد الدراسة عنا جلسة أو درس مع أستاذنا، أو عنا تحفظ وشيء بدنا نحضره أو تحضير، أحفظ وحضر للجامع غير تبع المدرسة. بعدين يكون في مثلا قيام ليل، في عبادة، فأوصل لبالليل يعني أنا فعلا تعبان جدا، نام صباح كمان من الفجر، مرات قبل الفجر يبدأ البرنامج هيك لتاني يوم. هلأ بعدين صرت بالجامعة، طيب قلت يلا لا بالجامعة منرتاح أحسن من المدرسة، مدرسة كل يوم لأنه حضور وغياب وبيوقف المدير على الباب وكذا، بالجامعة أنت على كيفك. أم بالجامعة كمان صار في جامعة ودراسة، وجيت بدي قلت لازم أدرس شريعة أنا. يلا يا محمد خير، قدم بكالوريا شرعية أدبية. قدمت بكالوريا أدبية بالسنة الأولى الجامعة أنا وعم يعني بالجامعة. جيت بدي أقدم على كلية الشريعة، أم كان في يعني قرار إنه ما بيصير الواحد يدرس كليتين. سبحان الله، شو بدي أعمل؟ في كان بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية كانت تقبل بس بدك تكون معك بكالوريا شرعية. أم السنة اللي بعدها كمان بكالوريا شرعية. بس المهم إنه مثلا يكون عندي جامعة وبعدين بدي أدرس لهي تبع البكالوريا الثانية، وعندي دروس لازم أحضرها ودروس لازم أنا أحضرها. في طلاب عندي كانوا، كنت أنا سنة تانية جامعة وعندي طلاب مثلا رابع خامس سادس بدي درسهم، وفي برنامجي الخاص. قول يلا ماشي الحال، هلأ في ضغط، بكرة بالصيفية إن شاء الله برتاح، ما عاد في دوام جامعة. بقى بالصيفية بالجامع يعملونا كل يوم نشاط وكل يوم دورة وكل يوم درس وكل يوم، يا الله دخيلك. قول يلا هلأ بس تخلص الصيفية ويوقفوا الجامع النشاطات، وقبل ما يبدأ الجامعة في شيء 10 أيام، واحد بيرتاح له 10 أيام، يقوم بأستاذنا بهال10 أيام يروح يحط لنا كمان برنامج علمي ليل نهار. بقى أنا سبحان الله مشيت هيك، والله يا شباب الله وكيلكم بهالمدرسة بهالجامعة وبعد الجامعة. بعدين شفت حالي عم بتعب من أنني أؤمل نفسي الراحة، لأنه أنت إذا متأمل شغلة وما صارت تتعب، إنه لسه بقول بدي أرتاح بكرة وهل بكرة بيجيني شغلة. بعدين حاكيت حالي، وأنا تسمعوا مني حاكوا كل واحد يحاكي حاله بيناتكم، قلت لحالي يا محمد خير هال60-70 سنة خليك عم تتعب، إن شاء الله إن شاء الله رجانا بالله وبفضل الله وبكرم الله إنه بس تموت ترتاح، أما ما بنت بهالدنيا لا تقول أنا بدي أرتاح، خلاص يلا هنين أصلاً ما عاد محرزين يعني ما بقي بالحياة، لذلك اجتهد فيهم وترتاح في تلك الآخرة. فحماد بن سلمة هكذا قيل له لما مات: لطالما كددت نفسك في الدنيا فاليوم يعوضك الله عز وجل. نصيحة يا شباب، لا عاد حدا يقول أنا بدي أرتاح، لا حدا يقول تعبت، شو تعبت مبروك، أنا منيتي إن شاء الله كلها تكون هيك بتتعبوا في الإقبال على الله. قديش حلوة، والله حلوة الواحد أستاذ، شغلة كتير كبيرة إنك فعلا فعلا أنت تجي بآخر هالنهار متعب متعب مثقل من إقبالك على الله وهمتك وكدك على الحلال، ولما بتجي بتسجد بقيام الليل بتنام. الله أكبر، هلأ بس تفيق أنت وساجد هيك تقول يا رب أنا كنت، أنت شفتني شو صار معي وشوف أنا وين نمت عند الله عز وجل. ما بتروح يا شباب، بس بقال شدوا الهمة في الإقبال على الله واصدقوا مع الله، إن شاء الله إن شاء الله الله يرفعكم في الدنيا والآخرة، والناس تبحث عنكم، تبحث عمن يدلهم على الله، تبحث عمن يعلمهم الخير، تبحث عمن يوصل إليهم الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.